السلام عليكم. نستناو لي بارتيسيبون باش نبداو اللايف. بون كاين واحد بارتيسيبون، نبداو. السلام عليكم، نعاود. نتمنى تكونوا بخير، وهذا هو القصد من النضال نتاعنا، باش نشوفوا كاع الجزائريين بخير باذن الله. نبقاو ننظروا حتى نحصلوا الامور تاعنا، ونظروا من اجل الجزائر باش نتفاهموا مليح. قبل ما نبدا في الموضوع نتاعنا اللي هو في الاقتصاد، و كيما نقولوا لي شان اللي راهم في البوسطه تاع الدراهم ونقص السيوله، كان برك ملاحظه نتاع خبر يعني منشور في التواصل الاجتماعي على محافظ في الشرطه بمستغانم، وعلى حسب المنشور يعني قام بتجاوزات ضد النشطاء او النشطات اللي اعتقلوا يوم الجمعه. باش نتفاهموا مليح، حنا النظام تاعنا رانا ننظروا ماشي باش ننتقموا، ماشي باسكو النظام هذا دار فينا ودار فينا نبقاو ننتقموا من الناس ونتهموا الناس، لان كما دائما نقول التواصل الاجتماعي راه اللي ما يعرفش يستعمله راه مضر للناس، واللي يعرف يستعمله واللي يعرف يدي المعلومه يعني راه يعني سهل باش النشاط. نصحح برك الامور، قلت باللي منشور راه يدور في التواصل الاجتماعي على اساس محافظ شرطه باسم شناف علال هو اللي انتهك حرمات او يعني اعتدى على النشطات السياسيه في الحراك في مستغانم، ويعني نحلهم الخمار وبيتهم مع الرجال. وحسب المعلومات اللي يعني انا دائما يعني ما نتكلمش، الى تبعتوا لي لايف نتاعي ما نتكلمش عن الاشخاص، انا نتكلم على نظام سياسي، على نظام سياسي، لان نعرف باللي الناس يحبوا ينتقموا يمدوا اخبار غلطه يغلطوا الناس الاخر، لان هذا المحافظ الشرطه ما راش يخدم في مستغانم باش حسب الاخبار، اكيده اخبار اكيده اللي راهي عندنا، السيد هذا يخدم في التياريت، يسكن في سانت اوجان في بولوغي في العاصمه، وحسب الجيران تاعو قال لك يعني عنده كفاءه ويعني يخدم بوليسي تاع الصح، يعني يخدم بوليسي تاع الصح. دونك المعلومه على حسب المعلومات اللي عندي معلومه خاطئه، هذا المحافظ تاع الشرطه ما يخدمش في مستغانم، عنده عامين من اللي كان يخدم في مستغانم وحولوه للتياريت، ويسكن في سانت اوجان في بولوغيم، وحسب الجيران اللي تحرينا معاهم يعني انسان يعني شريف، انسان خدام، انسان يحترم القانون، وانسان يعني ما يديرش اعتداءات او يعني اللي راه متهمينها بها. دونك يعني جبت مثال بان يا الجماعه ما تدوش الانفورماسيون هكذاك، حنا ما راناش ننتقموا، حنا ما راناش ننتقموا من الشرطه، ولا حنا قلنا باللي الشرطه في الجزائر الجديده راح نطوروها، نمدو لهم حقوق، ما عندهمش سنديكا، لازم يولوا بروفيسيونيل باش ما يكونوش التجاوزات الفرديه، انا نسميها التجاوزات الفرديه في مراكز الشرطه، ونبقاو يعني نتهموا في الناس كما هذا المحافظ الشرطه اللي راني نقرا في التواصل الاجتماعي وبعثوا لي على الخاص بانه اعتدى على النشطات في مستغانم، وهو راه يخدم في تياريت، عنده عامين من اللي خدم في مستغانم، وانسان يعني شريف حسب المعلومات اللي عندي وحسب يعني ناس اللي يعرفوه. دونك انا كما قلت دائما ما ننشرش المعلومات كما هذو، بعثوا لي ناس من اللي بديت النشاط عندي 20 سنه وانا بالنشاط، حبوا يستعملوني باش يعني يديروا الانتقام، يبعثوا لي يعني تصاوير، يبعثوا لي فلان سارق فلان الاخر، لكن ما عنديش انفورماسيون. حنا نوتر بوت، الهدف نتاعنا هو تغيير نظام سياسي اللي سهل الرشوه، سهل الحرق الحقره، سهل بن عميس، سهل القبائليه، يعني خرب البلاد. ما نبقاوش حنا فلان وفلان وفلان، حنا متفاهمين. الجزائر اغتصبت، دولنا سوردانا بمنظومه سياسيه اللي سهلت، او منظومه نتاع الحكم اللي سهلت، دارت مدارس نتاع الرشوه، دارت مدارس نتاع الاختلاس. لازم ننظروا باش نغيروا
المنظومة السياسية ونديرو نظام ديمقراطي، نظام القانون، نظام لا جوستيس، نظام المراقبة، باش يعني نقلعوا المدارس نتاع الرشوة، نقلعوا المدارس نتاع النهب، نقلعوا المدارس نتاع المعارف، نقلعوا هذه الظواهر اللي بانت في المجتمع الجزائري، يعني يدي طويلة، نعرف البروكيرور، نعرف هكذا، أنا شيكور، هذو اللي رانا ننظروا باش نقلعوهم، باش نديروا دولة القانون، اللي القانون هو سيد الأمر، يعني القانون هو اللي يحكم، حتى ولو الرئيس طايح في شبهات يعقب للقانون، هذا هو الهدف. لكن يا جماعة كما قلت حنا ما رناش نتحمو، حنا ما رناش نتحمو، دوك اللي عنده حسيفة مع واحد ينشر الصورة نتاعو ويقول هذا سارق ولا هذا اعتدى ولا هكذا. يعني يا جماعه il faut prendre l'information juste, il faut كيما نقولوا ما نبداوش نتهموا في الناس. احنا الهدف نتاعنا هو تغيير نظام سياسي، نظام سياسي ما كانش يعني مام هذا ندوا هذا ادوهم للحبس هذا السراق منا، لو كان نبقاو بالنظام السياسي هذا، بالنظام الغير شرعي، بطرق الانتخابات مزوره اللي طلعوا ناس معرفه وناس يخدموا المصالح نتاعهم، يعني نبقاو في الرشاوي، نبقاو في المعرفه، نبقاو في 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 في, في الحقره. دونك يا جماعه فو بروند دي زانفورماسيون جوست، تحراو من المعلومات، ما تبقاوش ديروا هكذاك على النشطاء باش ما يدوش لافورماسيون هكذاك. لان نفكركم يعني في الجماعه في 92، انا شفيت في 92 كيفاش يعني الناس تهموهم وقتلوهم الارهاب وباطل هكذاك. واحد بومبي يقول لك يخدم في المخابرات، جارو يقول لك يخدم بياع، يعني احنا ما رناش في الامور كيما هذه، احنا ما رناش في الامور، احنا ما رناش ننتقموا، رانا نخدموا للجزائر، رانا نخدموا باش نديروا دولة القانون، دولة النظام، كل واحد يحترم القانون، من الكبير للصغير، من الكرادي للجنرال، هذا هو المقصود نتاعنا، احنا ما رناش ننتقموا، يعني لو كان بالانتقام انا اللي ننتقم. انا جو فيكتيم دو سيستيم، انا ضحيه السيستيم، لو كان ماشي سيستيم راني مينيستر، راني وزير، لو كان مشيت معاهم راني وزير. دونك لو كان بالانتقام انا اللي ننتقم، لكن لا ندير سياسه، لا نبغوا البلاد تستقر. كما قلت عندنا امكانيات، عندنا ثروات، il suffit juste d'instaurer un état démocratique, un état de justice, un état de droit et on va mettre l'Algérie sur les rails. il suffit برك كما قلت ندير دولة القانون، دولة تاع الديمقراطية، ونقلبوا الجزائر على السكة، ما نبقاش انتقام، ما نتقاموش. واحد اللي يدير سياسة ما ينتقمش، حنا سو فونج با، حنا لوت بور اون نوفال الجيري، الجيري دو دروا دو لا ديموكراسي دو ليغاليتي. شاك الجيريان بو ريفي دو ديفونيغ مينيستر، chaque Algérien a le droit de participer à la vie politique. Il rêve de devenir président. Chaque Algérien aura l'occasion de s'ajuster ou d'ajuster sa vie. Hada houa, chaque Algérien aura l'occasion de s'enrichir, mais dans le cadre légal. Dans le cadre légal. Donc, il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur بلا ما نتحراو على الناس ونبقاو نتهموا في الناس ونبقاو في هكذا. كاين تجاوزات في مستقانا بشهود المعتقلات، دونك يلفو اون انكيت. ناس اللي تعدات على هذه النشاطات في مستقانا يخلصوا، لان الممارسات هذو راحت قديمه، ممارسات هذو قديمه. بوليسي يحكم حتى سارق يدير له البي في ويطبعوا للجوج، ما كاينش زياده، ما كاينش دبزه، ما كاينش شتم. هذه هي اللي الشرطه اللي رانا نحلموا بها. لازم لهم سنديكا، لازم لهم كيما نقولوا نقابه للدفع على الحقوق نتاعهم. حتى الشرطه ما راهيش عندهم حقوق، يعني هذا هو الهدف. حنا اون ترافاي بور كو اونورا اون بوليس كيما نقولوا بروفيسيونيل، اون بوليس انكادري بار سنديكا، اون بوليس اللي عندهم حقوق، اللي عندهم حقوق كيما يديروا الواجبات. دونك يا جماعه il faut pas prendre des informations هكذاك ونبداو في الفيسبوك فلان وفلان. وحتى يعني الانفورماسيون اللي عندي على هذا المحافظ الشرطه
في مستغانم، ما راهش يخدم في مستغانم، راه في تيارات، عنده عامين ملي يخدم خدم في مستغانم. ها سيد دابري زانفورماسيون كو جي سون فواجيناج قال لك سي ان تيب انتقل. كيما انا نعرف عندي صحابي دي كوميسار نقولها، يعني انا ناشط سياسي عندي يخدموا كي الامريكان، ما يعذبوا ما يضربوا ما والو، يونكيتي وما يحقروش. هذا هو كاينين كاينين، حنا ما لازمش نديروا الناس كاع في با واحد، ما لازمش ننتقموا من الشرطه كاع. يا دي زوم انتاك دون لي انستيتيون دو ليتا، كاين ناس عندهم كفاءه في مؤسسات الدوله، لكن كما قلت العصابه عرفنا كيفاش خدموا، تهديدات، حكموا مراكز الحساسه وهددوا، هددوا لا بوليس، هددوا الجدرميه، هددوا لي جوج، هددوا لي بروكيرور، هددوا الدنيا كاع. الناس حنا على بالنا بالامر هذا. دونك يا جماعه اون في دو لا بوليتيك بور لو بيان دو لالجيري، اون ني با لا بور سو فونجي دو مال كون ا سوبي بار سو بوفوار اون بلاس illégitime. Et je dis toujours, un pouvoir politique qui a été élu par des méthodes de trafic et des méthodes de l'arfoum, هذا هو الهدف نتاعنا من النضال. لازم نبدلو السيستم، لازم نديرو سيستم مليح باش نشوفو الامور النيجاتيف السلبيه اللي راهي في البلاد، من الحقره لي ديباسمون في مراكز الشرطه، لي ديباسمون تاع الدارك، لي ديباسمون نتاع الاداره، لي ديباسمون تاع المدير، ما على باليش حقوق الانسان، حقوق الانسان ما كاش، حقوق العامل ما كاش. اون فوا ريفوار تو سا دون لو كادر ليغال، دون لي كادر كيما نقولوا ديموكراتيك، دون لي كادر دو قانون، ماشي بالانتقام نبدا كل واحد يجيب تصويره. انا لو كان نولي نتبع الناس، يعني كل يوم نحط لكم تصويرة، هذا خبيث، هذا قتال، هذا هكذا. نو، لالجيري ايتي كيما نقولوا فيولي، اغتصبوها، سرقوا لنا دراهم، تكلمنا على المال هذو، لازم نرجعوا دراهمنا عن طريق عدالة حرة، عن طريق عدالة حرة. حتى ذوك يعني ندخل في الموضوع باش نتفاهموا، مازالوا 99 في المئة من السراق برا، اللي داهم 1%. لازم اون جوستيس صحيحة، لازم لي سيرفيس سيكوريتي تليبيراو، مازالهم يخدموا تحت بريسيون، مازالهم عندهم بريسيون، باسكو المافيا هذه ماشي سهلة، المافيا هذه توغلت داخل مؤسسات الدولة، داخل الإدارة، داخل هكذا، كيما قال لي يعني البريزيدون هذا تبون قال لك باللي سابوطا ولا على جال على جال على جال الدراهم ماكش في البوسطة والما ماكش. انا نقول نو، دراهم دخلوا دوك في الاقتصاد، دراهم ماكش في البوسطات باسكو اللصوص اللي سرقوا الدراهم ما حبوش يحطوا، خافوا يعني يروح يحط مليار يتبعوه، راهم مخبيين الدينار. لي بنك ما راهيش تتمول من الشعب، يعني الشعب يعني العصابة، لأن الشعب عنده شحال يحط مليون، لكن العصابة ملايير المليارة راهي مدكسة في الديار، راهي مدكسة في الديار على أساس خايفين، خايفين يعني يروح للبنك يحط 10 ملاير يعني تخرج الهضرة من البنك يعني ويتهموه بالسرقة يروح للحبس. دونك ما كانش لي ديبي، لي جون لي ديبيت با leur compte dans les banques ou les postes. Ils n'ont pas de dirham. Au contraire, ils ont des devises et ils ont des devises. 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 اللي سرقوا الدراهم اللي راهم عندهم الملايير، كاين اللي عنده 300 مليار دولار في الدار، كاين اللي عنده 100 مليار تاع دراهم تاع الجزائر راهم في الدار، خافوا باش يحطوهم وداروا ازمه في البنوك وفي البوسطات، وراهم يبدلوا فيهم دوفيز، وراهم يهربوا فيهم، يزيدوا يسرقوا لنا ويهربوهم ليه، حتى الدينار راهم يهربوه ليه، راهم يحولوه للدوفيز. باردون، على هذا الاساس اللي رانا نشوفوا ندره
في العملة الصعبة وطلع راه يعني 100 2 ملايين. ها هو على النظام لو كان صح ما يقولش باللي الناس سابوطوني. ما كانش دراهم، دراهم ما مش يدخلوا البنكة، الناس راهم خايفين مخبينهم في الديار. حتى نعطيكم معلومة، يعني خرجت لك نهار دعاية بلي عاد يبدلوا الدراهم، بداو يديروا معارف مع لي ديريكتور دو بنك باش يبدلوهم، باش يبدلوهم الى بغى من مليون بألف. خايفين، ناس عندها الملايير المليارة في الدار. كي بدا سوا ديزون راهم يحاسبوا في الناس، وهذه هذا الفوضى انا نسميها فوضى، لان جوست سول جوستيس ليبر الا عدالة حرة اللي تقدر تحاسب الناس. لازم لي سيرفيس سيكوريتي الشرطة والمحققين يتحرروا، ما يبقاوش بالتليفونات او يضغطوا عليهم او يحقروهم باش ما يديروش لي زونكات على ناس اكس ايغراك على فلان وفلان وفلان. لازم لي سيرفيس سيكوريتي يتحرروا، لازم الصحافة تتحرر تكتب تهضر تكشف تكشف بالملموس بالملموس. العدالة كيف كيف، سي بور سا كون يا كريز. انا كنت قلت 4 سنين 4 شهور لي الفيديو تاعي مازالهم، قلت باللي راه جاي وين الدراهم ما كاش في البنكه، ما كاينش. ودوك يقولوا ما كاش، لان علاه لي بنك سون با اليمونتي، ما راهمش اليمونتي، راهم اليمونتي من لي زابو تاع تاع الناس، سيتو لي بروسي كيما نقولوا لي سيرفيس دابو. Le trésor public, il est alimenté. Le trésor, les impôts, من الدراهم اللي راهم عند اللصوص ما حبوش يدخلوهم خافوا. Imaginez vous, douanier, لو كان يبدلوا الدراهم، وهذه هي التاريخة. Un simple douanier, يحط 40 مليار في البنكة. يعني يقفوه. هما خايفين. راهم يبدلوا فيهم دوفيز. راهم يشوفوا فيهم عقارات هنايا، ها راهم يشوفوا فيهم عقارات ويشوفوا فيهم طوموبيل، لكن ما حبوش يدخلوهم البنكة. على هذيك على هذا اللي راهي كاينه اون كريز، اون كريز كيما نقولوا نتاع سيوت دو ليكيديتي، يعني الدراهم ما كاينش تمويل. لا با لي بنك سون با ديبيتي بار بار في لي كونت، راهم حاطينهم في ديارهم. وكنت قلت باللي الحل الوحيد باش نكشفوا اللصوص وباش نعرفوا شكون دراهمنا وراهم، لازم يتبدلوا الدينار، لازم، لان الناس اللي خرجت ترانسفير دو ديفيز باينين دوسيات تاعهم راهم في لي بنك، اللي داروا اللي داروا دوميسيلياسيون دي فاكتور وغونفلوهم، يعني شري ستيلو بدورو ودارو داروا 20 اورو، هذه كاع سي اوريجستري او نيفو دي بنك. صادير لي سيرفيس كونسيرني يقدروا يجيبوهم. يبقاو الناس اللي شدوا الرشاوي، اللي ترافيكاو هنا، اللي هذو الدراهم راهم في الديار وخايفين اللي يدوهم للبنك ينكشفوا، راهم يشروهم دوفيز باش نتفاهموا. وداروا كريز كبيره في البوسطه، ما كانش دراهم، يتبعوا يزيدوا يديروا التزخم، يزيدوا يهيكوا الحاله. ترازور بوبليك لو كان يزيد يطبع، يعني الزاكات تولي يعني فنجان يسوى مليون، والناس اللي راهي عندها دراهم ما حبوش يدخلوهم. قلت واحد الفيديو الطريقه الوحيده هي تغيير النقده الجزائريه، يغيروا الورق، واللي دخل البنك 4 مليار يجوستي فيهم، يجيب الدليل. وين ما جاش الدليل، سارق من العصابة، سارق من العصابة، هذا هو الحل، الحل نتاعها. باسكو دوك ما كانش بترول، زيرو زيرا، هي زيرو. هذه الاحتياط راهم يقولوا 50 مليار الا كاينه، عامين ما يكفوناش، لان نجيبو كلش، نجيبو كلش، القمح البطاطا نجيبو كلش، نجيبو كل. والنظام ما حبش يروح للمشكل الصحيح، ما حبش يقول بالشعب باللي الجزائر سرقت، باللي احنا شعب فقير، دولة فقيرة،
نبداو نغرسو في البطاطا ونبداو نخدمو في الستيلوات ونبداو نخدمو في الساشيات ونتقدمو وهكذا وهكذا. مازالهم نسمع قال لك الموانئ، يعني كي شغل عندنا حنا اقتصاد كبير وزينات ونسحقوا موانئ كبار وين يجونا البابورات الكبار اللي يدوا السلعه يبيعوها سي دو نيمبورت كوا. حنا حاصلين في الملح ما كاش، السكر ما كاش، الستيلو ما كاش، الورقه ما كاش، القفله ما كاش، وهما حكومه قالت لك دراهم نزيدو نعرضوا للموانئ. الموانئ كي يكون عندك اقتصاد كبير، كي يكون عندك الوزينات بزاف وتبيع بزاف لازم لك الموانئ. حنا رانا غير نجيبو، يعني زيد السهل لاوروبا باش يزيدو يلحقوا لنا الديشي تاعهم، باش يلقاو البابورات تاعهم يزيدو يكملوا لنا الكتيره تاع البترول والجرام تاع الذهب اللي مازال، لان سرقوا لنا كلش. سي دو نيمبورت كوا، سي دو بريكولاج. سي بور سا كو اون لوت بور ان شونجمون راديكال de ce pouvoir en place. Il nous faut un pouvoir d'élite. لازم لنا حكومة تكنوقراطية. ناس أهلين اللي عندهم الحلول. خلاص. نابليون نهار خسر الجرة جاو لي جينيرو يجرو. قال لهم نو. جي با بوزوان دي جينيرو أون ميم تون. جي بوزوان دي ستراتيج. دي زينيت. قالوا نسحق اللي فكروا كيفاش نحلوا المشاكل تاعنا. هكذاك دوك لاجيري، لاجيري دوك ماهيش تسحق تاع الصفاق هذوك في لاكوبول، سحب بوبالطو والشياتين وسحب التعاضديات اللي مصوا الجزائر. لاجيري اون سو مومون ا بوزوان دي ستراتيج، ا بوزوان ديليت، ا بوزوان دي جون كي جون دي سوليسيون ايكونوميك، دي سوليسيون اجتماعيين. نسحقوا ناس دي تكنوقراط، ناس اللي عندها في كيفاش نولوا ما نجيبوش البطاطا، كيفاش نولوا ما نجيبوش القمح، كيفاش نولوا ما نجيبوش الطوموبيلات، كيفاش نديروا كل شيء هنا في الجزائر. باسكو لالجيري سي ان بيي فيارج، فارق فارق ومرفه وسكر ماكش، لكن حكمنا بوبالطو هذوك بشيشوار باعوا الجزائر، مكياج ننساهم باعوا الجزائر، خوانا تواطؤوا مع شركات اجنبيه ونهبوا لنا الدراهم. واحد اللي ما عندوش هنا في 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 الدمار دائما جيعان في كرشو، دائما يحوس على المال الذات، بشيشوار لمرتو يبيع البلاد. دونك اون بوزوان دي جون انتيغ، des gens nationalistes, des gens des technocrates, des gens qui ont le savoir, des gens qui ont des solutions pour les crises que nous avons vécues. Si vous avez des questions, je réponds. Partagez au maximum, les gens. Partagez parce que l'idée de l'étouffer, partagez, voilà le problème. C'est moi que je prends la responsabilité de mes vidéos et de mes dires. هو بارطاجي بور يوصل كلامنا برك. عدم الرومي السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، السلام عليكم وحيا الله احرى ربي يحفظك لينا. السلام عليكم مفرار، مفرار بابو ربي يحفظك ان شاء الله. ازور شيخ محمد ربي يحفظك يا سي رابح. دي كيسيون باش نديرو دي ديبا ونتفاهمو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لازم تغيير جذري وعداله مستقله. بيان دي فتحي، بيان دي، لازم تغيير جذري. سي بور سا كو اون لوت بور اون نوفيل الجيري، اون نوفيل الجيري، جزائر جديده، جزائر جديده افيك اون جوستيس ليبر، avec une police libre. باش نقدروا نمحيوا المدارس نتاع الرشوه.
les écoles de corruption. Le problème n'est pas dans le flan ou flan. Le système est le plus simple. اللي انتخبتها المافيا هي اللي سهلت نهب اموال الشعب الجزائري، هي اللي سهلت المعرفة، هي اللي سهلت ناس ماشي مأهلين، ناس بوبالطو حاكمين مراكز حساسة في مؤسسات الدولة الجزائرية. سي لو سيستام، سي لو سيستام كي كريي لي زيكول. هاو كيفاش ماشي فلان وفلان، ما مندوهم للحبس، يبقاو القوانين للسهل، الرشوة تبقى الرشوة، يبقاو ناس بدون عقاب تبقى الرشوة. هاو البروبليم وراه، تبقى المعرفة، يبقاو دي بروفيسور دي ماتر اسيستون في الجامعات يبيعوا للتلاميذ لي موديول ويترافيكي يبيعوا لهم لي ديبلوم، نبقاو ناس شاريه لي ديبلوم وحاكمين مراكز حساسه في الدوله الجزائريه. بار اكزومبل يعني مثال نعطيكم، وكاين بزاف المرض امراض في الجزائر، كاين بزاف، كاين بزاف طب مترافيكين، لي جوج مترافيكين، لي بروكيور مترافيكين، من كاين بزاف شراو لي ديبلوم بن عكنون من باب الزوار بالتواطؤ نتاع لي ماتر اسيستا تاع الناس او الشيوخ اللي قروا في الجامعات. بروبلام كبير، بروبلام كبير. فتاة كما نقولوا او الفتيات كما نقولوا ما على باليش، ما نقدرش نقول بكلام كلام تاع الشارع مع لي ماتر اسيستون يمد لها لي موديل وتجوز دوزيام اني تروزيام اني وما تقراش وتخرج افوكات ولا جوجه ولا انجينيور. وكاينين بزاف، كان خدمة بزاف في الجزائر هذه، كان خدمة بمال، لكن سي بوسيبل، لكن التغيير ممكن. نبقاو نظرو ونبقاو متحدين ما نخدموش بالانتقام، نخدمو للجزائر اللي بدا يخلص ومعروفين وسهلين بيتحاسبو. يلشي في اون جيستيس ليبر وتتحرر وسائل كما نقولوا لي سيرفيس سيكوريتي. كاين نعطيكم اكزامبل، كاينين دي سبيكتور يخدموا يتعبوا عندهم الروح الوطنيه، كي يحكموا واحد عنده معرفه تليفون لهم يقولوا بطلقوه. مثال، لازم تتحرر وسائل الاعلام، لازم العداله فني تتحرر، تحرر اللي دار يخلص. كاش حتى البريزيدون اللي دار يخلص باش نقدروا نقضوا على مدارس الفساد. اما دوك نبقاو فلان سارق وفلان هكذا وفلان مليحه، باسكو لو كان ما درناش هكذاك وبعض المدونين كشفوا ناس يعني ما راهمش في الحبس باش نتفاهموا مليح، لكن ما نبقاوش يعني ماشي حل. تدي يحيى كنت قلت في فيديوهات عندهم ألف ويحيى، لازم الراس، والراس وشنو؟ سيستم، نظام سياسي، نظام جي بيان، نظام دي بوليتيك حاكمين البلاد باش ما ناكجوش المؤسسات ويقولوا لنا المؤسسات بأمن الدولة. الناس تفهمني، تحب السياسة يفهموني لي بوليتيك، لأن حتى مؤسسة عسكرية ضحية تاع السياسيين اللي الناس راهم يتهموا فيها. نو سي لي بوليتيك، سي لو بوفوار بوليتيك، جو دي لو بوفوار بوليتيك. ونعرفهم الاحزاب اللي يحكموا، ونعرفهم الناس اللي يحكموا، وشكون دارهم، كيف استعملوهم باش نلقاو قوانين ليهم، وكيفاش السياسات نتاعهم باش يكسروا المؤسسات واحد اخرين، باش يشوهوا المؤسسات واحد اخرين. من وقت ويحيى وهما يتبعوا في الدرام، وي مي سي تادير دوك ما يقدروش يتبعوا الدرام دوك، لو كان يزيدوا يتبعوا خلات راح صرا لهم مشكل كبير، يعني راهم كواسين. وكما قلت الدراهم راهم في الدار ما حبوش، لان الحل سهل،
ما نتكلمش كبسيط، نتكلم كمواطن سهل اللي تروح ليه يقول لك يبدلوا الدراهم يبانوا، يبدلوا لهم الدراهم يبانوا الدراهم، راهم كاع في الديار الدراهم، وفي الوقت هذا مخايفين على هذا الاساس اللي البنوك ما فيهاش دراهم، الناس ماهيش تخط كي كانت باوك كي ما كانوش يحاسبوا فيهم ولا كي كانت سايبه. انا كنت نحضر في البنكة الناس تفرسي بالملاير، شفناهم في البنكة يجيب طوموبيل يحط شكاره لداخل، دونك كاين السيوله دوك نو دوك خافوا، لانهم اغلبيه اللي عندهم الديار في الدار دراهم مش مشبوهه تا كيفاه، دواني عنده 40 مليار ولا خوجة في الاميري يخرج لك جوج ملاير يعني يعقب، دونك خايفين على هذو اللي هم دايرين وراهم يبدلوا فيهم ديفيز، دونك لازم يحبسوا الاسواق نتاع العمله الصعبه ويبدلوا النقده باش يطلع الدينار ويخرجوا ناس ويبانوا المفسدين، يبانوا المفسدين. حيا الله الاحرار بكريم تموالف تشارك لان تاني سياسي عطلنا موضوع نتكلموا عليه. هذا هو كما قلت في غياب كما نقولوا المدخول بالعمله الصعبه لان البترول ما كش، الاقتصاد مكسر، حتى الاقتصادات الخارج مكسره ماهيش كومونس الاخرين، عندنا دراهم اللي راهم في الداخل الجزائر دينار اللي نقدروا نطلعوا به وما نخدموا به الخدمات، واللي راه في الديار عند اللصوص صحاب الرشاوي صحاب الترافيك صحاب الربح السريع صحاب اللي يعني راهم ملايين المملكه، هذو الدراهم نقدروا نديروا بهم حاجه لو كان يدخلوا البنوك. باش يدخلوا البنوك لازم تتبدل النقطه، يبدلوا الدراهم ويخمو الناس باش يحطوا دراهمهم في البنوك، نقدروا نديروا لان كاين ملايين المليارات، ملايين المليارات بلغ فوق المعدل تاع 1000 مليار دولار اللي راهو في الديار كثير كثر كثر كثر. نظام يعرف غير الكذب على الشعب والهف، ما لا من بكري من بكري النظام نفس النظام عنده سياسه برستيج تاع الزوخ وبي سياسة الأرقام وسياسة تخذير الشعب بالطمع، كما المرأة هذيك اللي دايرة الحجر لولادها طيب وتقول لهم قريب يطيب اللحم حتى يرقدوا، هكذاك هذو راح نبني لكم عندنا ومنا وعندنا ننشر لكم البابورات والموانئ والسبيطارات، وهذه كي ترمش عينك تلقى روحك 70 سنة مازالها كيف كيف، مازالها كيف كيف، أنا في السبعينات نشفى عاد نديرو دوك راني عاد نموت مازالها الجزائر وراهي تولي اللور، هادو عندهم سياسة الهف، سياسة تخذير الشعب، سياسة طمع الشعب، والشعب لعب اللعب، شافاني شوية كاين بعض الفئات عايشين غير بالطمع وعايشين غير بالسوشيال. كاين سوسيال كاين من اللي يسحقوا رانا نشوفوا شكون راه يدي السوسيال، ماشي الناس السوسيال، لان السوسيال باين مطلقه فقيره عندها ذراري شومور بالذراري معذور بالذراري، هذا سوسيال يسحق دار سوسيال ويسحق الاعانه شوامره، اما تعطيلو نتا دار ويبدل الكوزينه ما يسكنهاش حتى يبدل الكوزينه ب 80 مليون وكي يسكن يحط لك سيري سيس لتحت، وينو سوسيال وينو سوسيال، وزيد حتى تسير نتا السكنات الاجتماعيه اللي نورمالمون يدخلوا الملايير المليارات للدوله
معطينهم بطل. جو مكسبليك جو مكسبليك نشرح. سوشيال ماشي قضيه انت مرفه ما تديش وانت قليل ما تديش. نو سوشيال اللي جيري ici en Algérie par l'OPJ. نروح انا للOPJ. السلام عليكم، نستحق دار في عنابة ولا في وهران، ولازم يقلعوا الريجوناليزم هذاك نتاع جيب لي ريزيدونس. شاك الجزائري ا لو دووا دابيتي لا ويل فو. كل جزائري يسكن وين حب. نروح دوك لعنابة توريست، تعجبني توريست نسكن، ما يقوليش جيب لي ريزيدونس ولا هذه. داروها التقسيمه الجهويه اللي خلقوها في الجزائر. انت بتزي وزو ما تسكنش، انت من عاصمه ما تسكنش. نو دونك هادو يا يجيراو ما عندو بيجي. كل واحد يحب يكري يروح يكري. مي قال مسيو بالخير تاعك تخلص. قال له خلص 10 مليون بارام 10 مليون تخلص ثلاث ملايين. تجي مرا وانت يا مرا شحال تخلصي؟ ما نخلص. الدولة تخلص عليها، قالت 250 ألف والدولة تخلص الزيادة. هذا هو. وحتى تكون سكنات اجتماعية إيكيليبري، فيها المسقفين، فيها الطبة، فيها الفقراء، فيها السعالك، باش ما يخلقوناش أوكار نتاع الرذيلة كيما دوك. ها مدير غير ما نتهمش، لكن مدير غير لا مافيا. رانا نشوفوا لي سيتي كيفاش ولاو. لا لازم يكون خليط طبيب انجينيور فقير باش تخاوو، باش يروح الكومبلكس، باش ما تبقاش تكبر، وباش يتعاونوا يتعاونوا. فقير جارو طبيب يعاونوا، والدوله تدخل دراهم، لان الفقير راح يخلص 100 الف والانجينيور ولا الطبيب يخلص 80. سي سا لو سوسيال، و سي سا باش ندخلوا الدراهم للدوله. ماشي هك وما كانش اللي يروحوا يشوفوا السوسيال حاطين كاع طوموبيلات دي غولف اللي سوا 600 مليون ويخلص 100 الف في الكرا. سا سي دو سوسيال جامي، سا سي دو لارناك. هذه سرقة أموال الشعب. ها لكن النظام كان على بالو واش يدير، كان يرشي في الشعب باش يسكت الشعب، يسربي لهم الفتات، يسربي الفتات. هذو ديار فتات، وهم داونا المريم وكان تواطؤ تاع شبع ترافيكي منا. اه ترافيكي عنده ملايير دي سوسيال يترافيكي. هاو نوصلوا الجزائر، هاو نوصلوا الجزائر الناس هذو. السلام عليكم خويا موح، اذا تظن انه حتى عقليات يجب ان تتغير كذلك للنهوض بلاد. نعم لازم تغيير كما نقولوا العقليات تتبدل، لان العقليات هذه فبركها النظام. النظام هو اللي خلى الشعب عايش في فوضى، ولف الشعب عايش في الفوضى. النظام هذا من 92 ما حبش يدير دولة القانون باش تنظم الشعب، حتى ولا الشعب فوضوي. بعض الفئات فوضوي نشوفوهم ويدعوا مسلمين وما عندهم حتى دخل مع الاسلام. الوساخ سرقه النهبي كذب العياط فوضى كبيره. سيتي بريميديتي با لو بوفوار، باسكو النظام السياسي ما حبش دولة القانون. دولة القانون يعني ما يقدروش يسرقوا، ما يقدروش يحقروا، ما يقدروش يقولوا لنا شيكون. مرته تقول راجلي شيكون كيما كانت دوكا نقصت شويه، لان رانا هنا ما بقاش الشكر حبيبي. كل واحد يخلص عنده الامتيازات اللي تعطيها له الدوله الجزائريه، عنده لاباي تاعو وبس. كاع الجزائريين كيف شاكا في سون ترافاي، اللي سورا بيي بار لو ترافاي اللي بدو، ويكونوا عنده امتيازات بالخدمه تاعو. ما يبيش عنده امتيازات لائقة به، نورمال في كل بلدان كاين هكا. ما يستعملش الوظيفه تاعو باه يحقر الناس ولا باه يجيب البروجي لولادو
ولا باه يضغط على بوليسي ولا باه يحقر جدارمين. خلاص وني لا بور دينونسي، رانا هنا ونبقاو نتكلموا حتى نموتوا. دونك لازم بعض التغييرات تتبدل، راهي كارثه. رحت انا للبحر كارثه، هربت فوضى كبيره. تقول لك رانا عايشين في عهد الحجري، فسخ، ناس تعيط، ناس تضرب، العواد الداخل، الكلاب الداخل، الكباش الداخل الحبس، الكباش الداخل البحر، ومن بعد يذن يجري للجامع. رانا بعاد 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 عن الدين، كما قلت كاين تجار الدين اللي داروا الدين الجديد هذا باش النظام يبقى يخدم. الائمه ما لعبوش الدور تاعهم بالدين الصحيح نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الدين ربي، الدين يعلم. اقرا بدا اقرا، حاجه الاولى اللي قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم اقرا. شعب ما يقراش، شعب يتبع البوله ويتبع الفيسبوك ويتبع لي سيت تاع الفماج. سيتي بريميديتي، كانت مقصوده باش يخلو الشعب عايش لتحت في فوضى، وهما داروا رايهم، هما قراو ولادهم باش يحكموا، لان كانوا دايرين في حسابهم باللي لا رولاف نتاعهم كيموتوا ولادهم، قراو ولادهم داروهم في مراكز الحساسه، والشعب لتحت يتبع في البوله ويتبع في الائمه تاع تجار الدين اللي يخذروهم، رقدوهم نتاع الصح. هاو بروبليم وراه، لابد يتبدل النظام وبدوله القانون، الشعب يتسقم. قانون خسرت تخلص، كاش معرفة ولا إلا بغى 16 مليون خسر يروحوا للحبس ويبقاو 24 مليون. هذه هي تمشي هك. الأوروبيين كانوا سوفاج، كانوا ياكلوا لحم العبد، كانوا دي كانيبال، مي داروا قانون. روح لفرنسا اعتدي على القانون، تخلص تدخل للحبس، كاش اللعب كاع، ما كاينش اللعب. لافير الاخرى في الامريكان تاع البوليسي اللي قتل واحد مسود، ما داوش البوليسي هكذاك، ما قالك الامريكان تكسرت، ها ما داوش باش يرضوا الامريكانيين. نو، العداله، حتى ولو حرقوا الامريكان كاع، بوليسي يتشارع بالعداله بلونكيت، الى ماشي خسر يخرج. حنا هنايا الشعب يطبل على مسؤول، رفدوه ويكون مسؤول مليح. كارثه كبيره. نوتر كومبا سي دو ديجاجي سو سيستيم اي سو بوفوار ايليجيتيم اي دو فار ان ايتا دو دروا. مي مالوروزومون il y a des gens, à la place de la République, à Paris, ils sont contre Rached et les islamistes. Ces gens-là, leur but, c'est de diviser le peuple. Oui, bien sûr, j'ai parlé déjà sur les mouvements politiques, parce que ça fait X temps que je suis dans la politique. Chaque mouvement, il est infiltré. Chaque mouvement d'opposition au pouvoir, il est infiltré. ماشي غير هنا، كل معارضة سياسية فيها المندسين، سينو ما يكونوش مخابرات. مخابرات لازم يكونوا لداخل. خدشو كاين، ماشي غير مخابرات، كاين قوى خارجية اللي ماشي باغية الجزائر دير دولة ديمقراطية، لأن الديمقراطية ما تخرجش على أوروبا. الديمقراطية والازدهار، صناعة، حقوق، ومن بعد فرنسا وين تبيع الخرزة تاعها. Il faut l'impossible pour que l'Algérie ne se développe pas. La démocratie dévore le pays. Démocratie. Donc, et je prends toujours l'exemple, il faut l'impossible pour que l'Algérie devienne un pays démocratique, un pays industriel, un pays de droit, un pays. Le chab m'thakaf, yakara, yaraf, yakara, ktab. Ou limite, c'est bien le khurza taha. Donc, les mouvements du changement,
او الحركات التغيير في فرنسا وهنا فيها المهندسين الدخل اللي يشوهوا او اللي يقسموا باش ما نديروش قوه معارضه ما نديروش. شوف في لبنان بداو اللبنانيين يتحركوا ضربوهم اسرائيل تحرك على الديمقراطيه نخلو هذا خير. المالي بداو الماليين تحركوا في الديمقراطيه كوديتا مخدومه لان اللي داروه قرا في فرنسا بلاصته فرنسا باه كسروا يديروا عسكري باش يكسروا الديمقراطيه. ما يهمش هما علاش ما يتكلموش على حقوق الانسان في مصر، علاش ما يتقلقوش على حقوق الانسان في الجزائر، علاش ما يتقلقوش على الكوربسيون، علاش ما يتكلموش هكذا وهكذا، لان تخرج عليهم عندهم مصالح مع هذه الانظمه. كي بداونا نتحركوا على الديمقراطيه وبداو الجاليه او الجزائريين المقيمين في الخارج يتحركوا، كاين الدخل واحد يتكلم الاسلاميست واحد، وانا تكلمت انا تكلمت لازمش ندير معارضه المعارضه فو با فير لوبوزيسيون على لوبوزيسيون. لي اسلاميست راهم يخدموا خليه يخدموا ولا فوطاو عليهم الشعب كاع خليهم خليهم ولا مشكل الشعب ظالم. ولا خدموا خدموا ولا ما خدموش تصدوا لهم. وكنت قلت كل حر واحد حر يدير السياسه تاعو لكن ما يستعملش القوه ما يخدعش الشعب يبين ان البرنامج الصحيح النوايا تاعو صحيحه واش حب يدير اذا ولاو للحكم. والله سهل هذو هي الشروط. اما دوك دير اوبوزيسيون رشاد ولا رسيدي وما نعرف التقسيمه والتقسيمه النظام يبقى خاطر ممكن يقسم ويروح للانتخابات حره يديها الافلان والرادو والاحزاب الموالات باسكو مقسمين فور لونيون دي بابل باش نعدلوا قانون الانتخابات ونروحوا للانتخابات وندوا التشريعيات الشعب يدي التشريعيات فور لونيون فور لونيون. اخي محمد هل ترى ان دخول قرارات تعديل الدستور في شهر نوفمبر القادم الذي سيكون استفساء من طرف الشعب؟ وقال تبون انه اذا لم ينتخب الشعب عليه سيترك الدستور القديم الذي وضعه بوتفليقة. لا ترى ان هنالك وضع وصاية على الدستور القديم؟ لا هم على بالهم باللي يعني ما يديروا الاستفتاء رايحين يعني وشكون اللي راح يفوتي 5% عقبوه يعني الجماعه ما الدستور هذا شكون يحضر له؟ بلومي اللي يشوف الدستور بو ذكرت اسموني ان اتكلم ها بالعبيرات هذاك اللي يجري هذو هما اللي عندهم الدستور يعرفوا الدستور ياك شكون اللي بانهم بعثوا المغنيين وبعثوا صحاب الفوتبال لي كومي دو ليتا توحد بعثوا للسياسيين حنا ما بعثولناش ما بعثولناش باش نشوفوا الدستور راه ما بعثوا لا الطابو لا البومالة لا الزيتوت لا الرئيس الرحماني لا البرخير لا المعارضين كاع ما بعثولهمش ما كاش حنا ما كاش والشعب ما بعثولهمش طبه ما بعثولهمش بعثوا لاعب كرة القدم وبعثوا للشاب خالد وش من الدستور وزمان يقول لك لا ما انتخبوش الشعب ما راحش ينتخب تبقى كي بكري ولا بدلوا قوانين الانتخابات دور وي ونو مي شكون راه ينتخب 5% يديروها 99% يا الجماعه سويو سيريو كي تبان نية النظام باللي يلعب اللعبة السياسية لازم النظام يبين باللي يلعب باللعبة السياسية مع المعارضة الصحيحة المتمثلة في الحراك أو الممثلين الحراك. هنا نقدروا نتكلموا
على انتخاب استفتاء الدستور وانتخاب التشريعيات. مي طون كو النظام اكسكلو لو بوبل ها اكسكلو لو بوبل مقصي الشعب، لان اغلبيه الشعب راهم ينظروا للتغيير ومازالوا يلعب غير مع صحاب بوبرطو لي كومي دو لاتا كينو اوكي نيفو، غير يصفقوا برك يروحوا الاستفتاء ويروحوا الانتخابات ويبقى نفس السيستم ونبقاو نفس المشاكل. لان حتى بوتفليقه نرجع نفس الديسكور، برنامج وندير ونفعل ونبدل وما نعرف، وغرقنا وغرقنا. لو كان يعتبروا هذا النظام مور العشريه السوداء كي الجزائر انهارت كانوا يخزيو الشيطان ويلعبوا اللعب السياسي ويلعبوا اللعبة الديمقراطية، ورانا بخير، رانا بخير، كل واحد محترم، حتى وليناس بهديلة، حتى وليناس بهديلة، الشعوب كاع على بالها المسؤولين تاعنا سراقين، على بالهم بلي قتالين، على بالهم بلي أوباش، منين؟ من راك تشوف الفضايح، ها هو البروبليم، لازم تكون النية، تكون النية والإنسان الجزائر. يناظر للجزائر، ما يناظرش المصالح ولا الثروة باش يدير ثورة، لأن واحد ثوري ما لازمش يخمم في الثورة، في الثروة، الثورة لا ريفوليسيون ولا ريشيس ما يتلاقوش، ما يتلاقوش، ما يتلاقوش، ماشي دوك أنا راني ناظر ونركب فوق المرسيدس، أنا لو كان عندي مرسيدس نبيعها باش ناظر. باش النظل، باش نشري بورطابل جديد، باش النظل، هذه هي اللي نظل، يا يخير النظام، لا ريفوليسيون، تمرميد، حباس، زهطة، شتم، يا يخير الثروة، يبدا، أنا راني نظل طولي، وأنا ما نعرف وما نعرف، وراه يدير في التاويل ويدير السياسة، أنا، لا ريفوليسيون ما تلاقاش مع لا ريشيس. كي في لا ريفوليسيون تسمح حتى في ولادك، لا في بور لالجيري، كيكا كي سو ريفو او كي لوت بور لالجيري، يسو ديزانتيريس دو لا ريشيس، يتكبر على الطوموبيل وعلى على ما نعرف وعلى يكون جزائر للجزائر. للجزائر، يناظر للجزائر. بارتاجيو الجماعة، إذا غلط ناقشونا، نبقاو ننظرو، ونبقاو نتكلمو، ونبقاو نوعيو، كيما قلت الجماعة، حنا رانا ننظرو للجزائر، ما راناش ننتقمو على أشخاص، اللي داري خلص، بعد أن حرة بتحرير الأمن، ليونكيتي. ما يبقاش يعرقلو لهم بالتليفون ولا هذا ما توشيش ولا هذا لينا ولا هنا، رانا نظروا على الممارسات هذو. وكما قلت قبل ما تدوا الخبر في التواصل الاجتماعي، قبل ما تنشروه طلعوا حسابكم، لان الناس راهي تنتقم، الناس راهي تتهم، حتى كما قلت الناس اللي مازالهم ملاح في المؤسسه الدوله راهم يتهموا فيهم. بالكو بالكو فؤاد بريدو فو برون دي زانفورماسيون جوست، إل فو كيما قلت كيما قلت لازم تعرفوا تعاملوا مع التواصل الاجتماعي. حنا ما راناش نتخمو، حنا أونيت بور نوفال ألجيري، بور ألجيري ديموكراتيك، جزائر وين نلقاو جاردينا وين نريحو، وين نلقاو بلاج وين نريحو نقراو كتاب، وين نلقاو سينما نروحو نتفرجو دوكيمونتير، وين نلقاو نشرو كتابات، وين ولادنا ياكلوا، وين القمح تاعنا، وين البطاطا تاعنا، وين الفلفل تاعنا، وين نقدروا نداووا، وين نقدروا نقراو. ها هو علاش رانا ندافعوا، ها هو علاش رانا ننظروا. والسلام عليكم، وبارطاجيو لو ماكسيموم، اللي يقدر يبارطاجي في الجروب يبارطاجي، اللي قناع بكلامنا ونبقاو ننظروا باذن الله. السلام عليكم.